خليني بس هاخد من كلام صديقنا نائب محمود حسين بعض بعض الكلمات كده، ان فعلا المصريين بالخارج كان الدستور بينص على التمثيل بتاعهم في الدوره البرلمانيه الحاليه. يمكن واحده من مواد التعديلات الدستوريه ان هو بينص على وجود وجود تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان المصري. ايوه هرجع لحضرتك في سؤالك برضو فكرة التنسيقية، وهل احنا عشان كده أهمية عطفا على كلام حضرتك، عشان كده أهمية الجولات حقيقي، ده حقيقي الجولات اللي حاصلة دلوقتي في غاية الأهمية، ده حقيقي. ويمكن دي مش أول مرة يقوموا بالجولات دي، قاموا بالجولات ساعة فترات انتخابات الرئاسة وما إلى ذلك. لا بكلم فيما يتعلق بالتعديلات، طبيعي ده حقيقي، ووجود المصريين في الخارج، وجود ردود للمصريين من نواب برلمان اللي هم ممثلين من برلمان، هم ليهم ثقة من الشعب المصري. نعم ده حقيقي. نعم طيب أهمية التعديلات، أهمية التعديلات برضو خلينا نقول إن وفقا لدستور 2014 المادة 226 كان هي اللي بتنص إزاي يكون في تعديلات دستورية. وإحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح من التعديلات الدستورية. هاخد من كلام برضو زميلنا محمود حسين إن التعديلات الدستورية مش بس تعديل مدة الرئاسة، ده في 12 مادة فيها تعديل، إضافة لذلك المواد المستحدثة كمان. أيوة. في مواد مستحدثة وفي مواد معدلة. لكن حقيقي لا، أهمية التعديلات الدستورية، الدستور 2014 كان دستور كويس جدا وما فيهوش أي مشاكل، لكن الفترة الانتقالية بتاعة 2014. احنا النهاردة بنتكلم في فترة سياسية جديدة. نعم. حياة سياسية جديدة. محتاجة لبعض التعديلات. ما فيش مشكلة خالص إن احنا نعدل، الدستور هو ليس قرآن يعني. الدساتير بتعدل. أهمية التعديلات الدستورية دلوقتي كمان إن احنا بتعدل في مصر وبتعدل خارج مصر وبتعدل على مستوى العالم كله. كل العالم بيعدل الدستور ده، دي حاجة مش اختراع يعني، احنا مش بنخترع يعني، لكن دي حقيقة، ودي دي حقيقة موجودة في العالم كله. أهمية وجود التعديلات الدستورية، أنت عارف حضرتك برضو ده من المنطلق ده برضو بنرد على الناس إنه طلع كلام وما زال الكلام موجود في إنه يقول لك إنه الدستور ده وثيقة ولا ينبغي المساس بيه. يعني ايه؟ يعني اول ما حضرتك حد يقول لك الكلام ده سواء على شاشه او على قهوه او في الشارع او في السوق لازم حضرتك تشغل دماغك. يعني ايه الدستور وثيقه؟ وثيقه، لكن مين اللي قال انه ما ينفعش ان احنا نيجي جنبه؟ شغل دماغك، ما اعتقدش في اي حاجه تمنع المساس بالدستور. هو وثيقه طبعا، وثيقه تحترم، ولكن الدساتير ليس لها عمر افتراضي، يعني في الاول وفي الاخر هو الدستور وارد ان هو يكون فيه تعديلات. وانا شايف ان التعديلات الدستوريه الحاليه لا، هي كلها بتصب في مصالح الشعب المصري عموما بشكل عام.